السلام عليكم. هاي رسالة المحافظ البصرة والنواب البصرة والسادة المسؤولين بالبصرة وزارة الخارجية بالعراق ورئيس الوزراء والكل مسؤول والكل عراقي والكل شريف يشارك هذا الفيديو. عندنا شباب من محافظة البصرة راحوا سياحة لإيران، واحد عنده مرض هم راح يعالج، طاحوا بيهم خطفوهم وحاليا بإيران وجاي يساومون أهلهم، يقول لهم تطونا مبالغ يلا نطلعهم، وكل دقائق يودونهم مقاطع فيديو تعذيب، يعني والله العظيم ما نقدر حتى المقاطع ننشرهم. فاحنا نطالب محافظ البصرة ونطالب السفير الإيراني بالعراق ونطالب كل مسؤول بالعراق يتدخل إطلاق سراح الشباب، لأن إذا ما صار موقف من الباكر احنا راح يكون لنا رد آخر، راح يكون لنا رد آخر يوم غدا وفق القانون وفق الدستور، راح يكون ردنا يوم غدا، راح تكون تظاهرات حاشدة من كافة أبناء محافظة البصرة، وأحذر من أنذر، دولة ولدنا اتعرضوا للتعذيب فطلعوا منو عذبهم، لأن دولة ولد السادة البطار، ولد البصرة وولد العراق دول.